بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأضل الأكبر جل جلاله وعم نواله كل الخلائق. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. والذين ينفقون أموالهم هذوما هم رئاء الناس، يعني مش لله، كل كناس وكيل هل يحب هكا يجذبنا ليه باش ننتخبه. شوف الخبث، هو قرنيط أنا هكا مكزع المال ولا يظهر لأي إنسان، وما يحطوا كان في البنوك خارج الأوطان، شي قوة ربي فيهم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يجي يقبل الانتخابات يورينا اللي يكون والله احنا فقراء، جابنا من كما تكون انت عولة رمضان، ولا جابنا خروف العيد، ولا جابنا، هذا رياء وخدع. وهذا تونس خربت بالطريقة دي الملتوية، طريقة أشباه الخنازير وأبناء الأفاعي، وهم أسوأ من القردة والعياذ بالله، من صورة إنسان ولكن طبيعة قرد، والقرد ربما طبيعته خير من طبيعتهم بكثير بكثير. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمن بالله، حقيقتهم لا إيمان، بل مجمع اللي كافرين وريبيين، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. إذا قال لك أرحامهم تدفع وأرضهم تبلع، ومن يكن الشيطان له قرينا، أش يجرى إذا كان قرينك اللي مصاحبك ويحكم بك وأنت لا تاع به وبمكره وأنت تحت سلطانه شيطان، يكون من أنس الجان ما يهمنا. على كل حال، في اللغة العربية الشيطان هو كل عنصر تخريب وإبعاد عن الصراط المستقيم. والسلام.